كل يوم قاعد يزيد شكي في طلال، تصرفاته غريبة، قاعد يتهرب من البيت. في ثاني يوم رمضان كل واحد متجمع مع أهله وعياله، ما يكفي بعد سارة عني وسيف. حتى أنت يا طلال ثاني يوم جاي تقولي في رمضان ما راح أفطر عندكم يمه. طلال أنا شاكة فيك، وش اللي مخبيه الله أعلم. سهراتك كثرت وطلعاتك من البيت بعد كثرت، ونومك برا البيت كثر. وراك سر، والسر كبير يا طلال، بس مصير الأيام تكشفه. وإذا طلع سرك شي خطير أكيد أنا ما بسكت. شكي كل يوم قاعد يزيد فيك، تصرفاتك ما هي طبيعية. تبي تتركني حتى في ثاني يوم رمضان، بدل ما أكون مبسوطة وسعيدة مثل أي أم تفرح بعيالها في رمضان، في أي مناسبة يكونون حواليها. ما بقى لي أحد.